هاي صار لها 10 سنوات، 10 سنوات ولا مبنية، ها، وظل على حاله، ودوره على هاي الكرفان، دائما بالكرفانات، ومنه وهيك شتى، ومنه وهيك مطر، ها، ودوره هذا الكرفان يوصل كهرباء ويوصل شسمه، وهاي على حال صار لها 10 سنوات على هاي الحطة. اكو عمار واكو تربيه ووزاره التربيه وش اسمه وتباوع علينا على مود التعليم. احنا هسه هاي صار لها 10 سنوات وهاي الكرفانات خطره، منه وهيجي مطر وماي، وعدت هاي واقعه يعني بنى التحتيه كلش تعبانه، تعليم زفت يعني، عدها هسه بصف الخامس، تعليم عدها هسه بصف الخامس ابتدائي، ها، هذيك السنة داومه بالرابع 8 أيام، عدا 9 أيام، وهسه نجحوهم للخامس. من نجحوهم للخامس وطوهم قاموا يعطونهم دروس زايدة، ها، حتى أظل للوحدة للثنتين سهران وياهم، ها، وهسه أكون على كيفهم حرف ومطالب يستلم تدريس. هسه على القطاسية احنا نشتري من جيوبنا دفاتر واغلام وكل شيء نشتري من جيوبنا، وحتى ناقص انجليزي ناقص علوم نشتري من جيوبنا، احنا من جيوبنا نشتري. والدراسة بعد من 2019 ل 2021 زفت، انا عدت الطالب كارثة. واقع تعبان، هاي المدرسة لها 11 سنة متروكة ما حد يروم بيها، هاي المدرسة مفلشة، هذيش كرفانات، واحنا اليوم ب 2021، ها؟ أنا هاي المدرسة مال 2021، الناس وين وصلت؟ والدراسة وين وصلت؟ وشوف الواقع، شوف صورها، هاي باكر بالمطر شو يصير بها؟ ها؟ هم قاعدين بالبرلمان ما يدرون، ويدرون لا والله يدرون كل الوضع بالعراق، بس هم متابعين على العراق ذولا، كلهم متابعين على العراق هذا.
هاي المدرسة صار لها حوالي بالخمس سنوات متروكة ومهجرة وما بيها كل شيء، لا خدمات. هاي عندك المدرسة، مدرسة هاي عندك قاعد بكل صف حوالي بستين طالب، لا موجودة رحلات. هسه الرحلات هم ما موجودة، شنو قحاط؟ عندك الكتب، طالب عوزة لا كتب، ماكو كتب، يعني نقص هواي، نقص كتب، ناقص مستلزمات مالته مدرسية. عندك يعني ليش كل شعبة بيها 70 طالب؟ ليش كل شعبة 70 طالب؟ عندك المدرسة هاي مهجورة صار ليش يد بالخمس سنوات، ستة بالعشر سنوات. عيني شوف هنا القصب والبردي، القصب والبردي حايط بيها، والزبايل والأنقاذ عيني ومتراكمه، لا حد يهتم بها ولا هاي. هسه بنوا مدارس بالعطله الصيفيه، اسوي مدارس، اسوي لفد مشروع زين. هاي الطلبه شنو ذنبها؟ هاي الطلاب هاك، لا شارع مبلط، لا شو اسمه هذا، لا خدمات موجوده، لا كتب مدرسيه، لا مستلزمات. الطلبه جاي تشتري كتب ومستلزمات، عندك دروس خصوصيه، هاي جاي تدرس الطلبه كلها، ثلاث ارباع الطلبه جاي تخلي دروس خصوصيه كلها بفلوس، فلوس فلوس كلها مشتري، يعني كله مشترى. هسه اي طالب تشوفه تباوع عليه، الطالب كله مشترى، من قلم، مقطاطة، مساحة. عمي كنا وين احنا؟ كنا بالثمانينات والسبعينات، الله وكيلك، مقطاطة، مساحة، شنو تلقى؟ من المساحة إلى آخر كتاب، يعني ما تشتري، ما نعرف المشترى أبد. هسه اختلفت الموازين عمي، طالب يشتري كتاب، مساحة، يشتري انواع الدفاتر، يعني روح جيب كل ساعه، روح جيبه، جيب لي دفتر ابو 100، جيب لي دفتر ابو 60، جيب لي دفتر ابو فلان، جيب لي دفتر. شنو ما صايره ترى؟ زين الدوله عايزه، الدوله مليارات الدنانير عم، الدوله عايزه كل مثل كل صيفيه استغلها اسوي لي بها مدرسه، اسوي لها فد موقع زين تستفاد به الطلبه. يعني شو تكلفهم؟ شو تكلف المدرسه؟ يتكلف ما تكلف، والله لا ما تكلف. بناء طابوق، بناء عادي، ها يعني مو مجهز، بناء عادي، صفوف وسقايف هاك، مثل هاي المدرسه، مثل هاي المدارس. هاي المدرسه تدري ايش قد عمرها؟ بال 50 سنه عندنا هي هاي المدرسه، ايش قد عمرها؟ كانت الله وكيلها كل شيء ما بيها، اجوا وفلشوها. هسه انتم فلشتوها غير تعمرونها؟ عمرها خرجت اجيال اجيال، المفروض تخليها تراث لها، تراث. خرجت الطبيب، وخرجت الاستاذ جامعي، وخرجت انواع الاشكال، مدراء، اجيتوا وفلشتوها. لا انتم بانينها، لا انتم اللي مسوينها، لا انتم، لا مو طلع عليها مسؤول، يعني مسؤول من التربيه. هسه طلع مسؤول من التربيه، اشوف ابوع بيها، ظل انقاذ وظل انقاذ وظل اوساخ متراكمه، ليش؟ اطلع مسؤول انت وين؟ مجلس محافظه، ما مسؤول مجلس محافظه، مشرف تربوي. يعني هاي المدارس كانت متروكه بالكوت، قال متروكه ملايين. هذا الاهمال المدارس الحكوميه، عدم الالتزام، ماكو التزام، يكفي لك الله كل شيء، ماكو حوالي بالكوت قد هي هاي. هسه اطلع ارتبها، اسويها، شوف باوع انت، صورها هسه، صورها، شوف 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 داير مدارها، القصاب، حتى كلاب سائبه تطب بيها، حتى ما تعرف شخصيات تطب بيها، ناس تناول خمور بيها، تناول شغلات، حتى تصير بيها شغلات ما تعرفها ليش كله. اشوفها مهجوره هجر، اطلع انظمها، اسويها، اطلع مشروع، اطلع لجنه من التربيه، تطلع ترجع لجنه، تطلع من شوف الوضع، شوف الامه صار لها جل متروكه، صار لها بالثمان سنوات سووها. وانتم ليش المدرسه ذيك، مدرسه الحكمه، مدرسه حكمه عريقه ذيك، هي الوحيده كانت معدوده بالمدرسه في محافظه واسط كلها، هي معدوده هاي الحكمه، ليش يبطلون؟ تلقى ابو عامل يعني لو يبيع حاجه بربع، يعني لو يبيع دجاج، لو يبيع سمك، لو يبيع شيء، تعال اقول لك جيب لي كتب، تعال جيب لي مستلزمات، كل شيء، فلوس، طيني، تعال طيني. والدور الله وكيلك، الدور المعلم ابد ما يقدم شيء، الله وكيلك المعلم ما يقدم اي بيع، ما يداوم ابد، ما يدرس. ها كله سالهم، قلت لك يا طالب هسه، قال لي ايش قد يوميا تخلي، كم درس خصوصي عمي؟ تعال انت، كم درس خصوصي تخلي يوميا؟ ابوك مو يدق ويلطم كل ساعه درسك؟ كل ساعة تعال انت، شد هذا، تعال شوف هذا ملوح، شلوح هذا، تعال
احكي وياه، تعال كم يوم ويا ابوك يخليك مدرس دروس خصوصيه؟ اربع. لا والله اسمع، وابوك طيه كاسب، من الصبح يطلع اللي يجي الساعه بثمانيه، تعال اقول لك يعيشها له لو يطيه للمعلمين للدورات. يا ابا هاي الكرفانات يعطونا بس كتب، لا دفاتر دورات، يعني هسه الدفاتر واقلام ومساحات ومخططات كلها علينا، حتى مرات حتى كتب هسه كتب ما يعطونا ابد. هاي المتوسطة هسه الله شاعتها نصهم ما يعطوهم كتب، وهاي الكرفانات بعد الله يسوون هاي يسوون هاي هسه هاي بنيتوها وعفتوها هيك عفتوها بس هيك، ويا اول يجي يطب لها اشكال والوان يسوون هاي هسه يشبق عليها. هسه الدورات اربع دورات هسه انا جاي مداومها، كتاب اربع كتب هسه بالقوة حطونا خمس كتب، بعد شو نسوي؟ هسه انا ابوي شهيد عايشين على التقاعد، هسه يعني اتمنى يسوون ابوي شهيد، سوى اول سنتين سوى شهيد مرحلة ثانية، برا سنتين كملت سوى تقاعد. هسه جاني سين بالقوة 300 بالقوة بالسهل، هسه سوونا هسه حتى لو ما اريد شيء بس سوونا هاي العمارة هاي المدرسة سوونا اياها شبق عليها. الكرفانات بالشتاء تنتل باردة ثلج، وبالصيف تشوي شوي حتى تريد تمشي وعلى حد حارة. هسه احنا هسه هاي مو راح نطب بالشتاء بعد حتى حارة ميتين زونا هسه شبق على المدرسة هاي شبق لها زوها.
طرحت المطالب بخصوص قطاع التربية، مما دفع جمع الطلبات دفع ثوار محافظة واسط وأهالي المحافظة مركز المدينة لجمع الطلبات وتقديمها. اليوم احنا اكتفينا بهاي الأعداد، ما زخم تظاهر ولا يعني دعوة عامة للتظاهر، إنما جمعت أعداد بسيطة لتقديم المطالب وإعطاء فرصة لمدير التربية الجديد بعد إهمال القطاع التربوي لمدة 18 عام. أهم المطالب والمشاكل اللي تعيق القطاع التربوي إنه سنتين كان دوام أونلاين، الأونلاين ما لا يجدي نفعا، من بدأ الدوام هسه الأربع أيام دوام مزدوج، اكو مدارس دوامين ثلاث دوامات بمدرسه واحده، الاعداد يعني كل مدرسه اقل شيء 1200 الى 1600 طالب بها، ومدارسنا متهالكه. بالاضافه جميع المدارس بالمحافظه يعني نقص بها سبورات، المرافق الصحيه يعني بجميعها، رياض الاطفال، الحدائق، كلها هذا كله اهمال حكومي لمده 18، ومن سقوط اليوم ما انبنت ولا مدرسه فهاي المدارس اللي نعانيها، نقص المناهج، الرحلات، المناهج الدراسيه من كتب ومستلزمات، قرطاسيه ماكو، يعني احنا بزمن الحصار كنا ناخذ الطالب يجهز من القلم الدفتر يعني كامل التجهيزات المدرسيه، احنا النفط هسه 185 دولار الطالب يشتري كتابه بيده، ملازم من الاسواق، العالم معدمه. فهي وقفتنا ومطالبنا اليوم، بعدها الموقف يتغير اذا ما صار تحسن بالواقع التربوي بالمحافظه. حضور متظاهري محافظه واسط لهذا اليوم من اجل الواقع الدراسي المتردي في العراق، وهذه الظاهره السلبيه التي نشاهدها بام اعيننا، اولا عدم توفر الكتب المدرسيه للطلاب، يعني يجي الطالب قال له روح اشتري كتب، زين هذا شنو ذنبه؟ والله العده يقدر يشتري، بس اللي ما عنده هذا منين راح يجيبكم؟ ثانيا التعليم الالكتروني اللي يدمر الطلاب، يعني طلابنا احنا مو مال الكتروني، يعني الطالب مالتنا شو هو بالمدرسه والمدرس، احنا ما نقول مدرسينا مقصرين، لا بالعكس، مدرسينا ناس اذكياء وعباقره، يعني الدراسه بالعراق كان تجينا شهادات من الخارج يباعون على الشهاده العراقيه، يعني ما يقدر يشيل راسه، هسه الشهاده العراقيه ما لها كل دور، احنا خريجين، انا خريج دبلوم 81، يعني يجونا دراسات من الخارج في الكليات والجامعات العراقيه، الجامعه المستنصريه اللي كانت لها دورها بالعالم، يعني مع كل الاسف وصلنا الى مرحله بان الدراسه وصلت لهي المرحله، واتعس بعد كل ما تمر علينا سنه، كل ما تمر الدراسه يعني نحو الأسوأ. ثانيا البنايات المدرسية، يعني البنايات المدرسية هاي البنايات القديمة المتردية، يعني أنا زين نقول شوية أشوى محافظة واسط بالنسبة لنا عن باقي المحافظات، يعني باقي المحافظات قاعدين على فراش بقاع ومدارس طينية، وهذا الطالب من يروح بهالطين وبهالبريد وبهالحرارة على مود يحصل له شهادة يعين أهله، يعني فشوف الوضعيه مترديه على بصوره عامه العراق، يعني مو فقط محافظه واسط. زين احنا عندنا هسه مثلا اعداديه صناعه الفارس، انا رحت لهم على مود استلام كتب ما عندهم، المدرسه متهاويه يعني قديمه، يعني ما تقريبا صار لها اكثر من 20 سنه، فلا ترميم بها ولا عنايه بها، الارضيه مالتها ما شاء الله من تمطر الدنيا يمكن تغرق هاي الصفوف، فشوف الوضعيه مالتها تعبانه بشكل، فاحنا نطالب يعني ولو ما نطالب هاي حقوق، هي احنا علينا حقوق مثل ما يقول علينا واجبات وإن حقوق، وهاي حقوق الطالب، انت قدم لي حتى يقدم لك مستوى علمي مستوى نظيف، يعني من الدراسه، يعني الدراسه مالتنا احنا اثنين اذا خربن بهالبلد هم التربية وهم العدل، فأنت اقرأ البلد السلام، فإحنا اثنين ما شاء الله، فنتمنى من وزارة التربية متابعة المدارس، وخاصة يعني التربية لها دورها، يسموها التربية هي، يعني من يطلع هو وقال التربية هي أساس المجتمع، فنصف المجتمع التربية بالمدرسة ونصف الثاني بالبيت، فإذا ذني ما توفرن فأقرأ على العراق السلام والشكر. يا رب على الله وعمرك حسن شوي ارجع لي حسن شوي ارجع لي
والله فايدنا بالمدارس، فايدنا بالسرعة المدنية، فايدنا مثل ما تقول بالماي العارو هم جرب علينا المحطة. بس هسه من انقطع من عنده شفنا ضيم. لا هسه أنا اللي جيت هسه أفطر حوالي بالأربع كيلوات يلا أرجع لليل هذا المكان. صدقني حتى أكو طلاب بطلت أو يعني من يودونها ما تروح المدارس، وهذا عام دراسي جديد. وإحنا نرجو من الله ومنكم أنه توصلون كلمة يعني هاي المناشدات توصلونها للجهات التنفيذية. احنا الناشد هاي صارت 3 سنوات وماكو اي جدوى. والله هي انا كل سنه يعني كعنوان مثل ما يقول السنه ما اتذكر، بس ولكن تقريبا بال 25 سنه صار لنا بال 91 والله ما يعني ما ادري بال 91 وهم سووه يعني سووه للسيارات الخفيفه فقط. اجت الشركات الصينيه واجت هاي المعدات الثقيله احتياج هو ما وانتهى الامر. اي والله ما عندنا غير هذا الله وهذا الجسر وانتم توصلون هذه المناشدات ومشكورين القنوات ومشكور على هاي مثل ما يقول خطوره. والله احنا تعرف بعد هو طفل وتوديه مرات يقول والله ما هذا والله ما اروح والله ما ادري شلون، وتعرفوا انتم هاي الاطفال الوقت هذا. واحنا نرجو من الله ومنكم انه توصلون هاي المناشدات للجهات المسؤوله. لحد الان ما صار اي شيء. اي والله أنا صف أول متوسط بمدرسة المنصور، لا عندنا لا نعطينا كتب وقاعدين بالساحات ماكو مدارس، كل صف فيه 60 طالب. شو يسوي؟ 1600 طالب قاعدين بالساحة. شو السبب؟ ماكو صفوف ولا رحلة، ماكو صفوف ولا رحلة، وقاعدين بالقاع. طردونا. نريد تفليش مدرسة ويبنون مدرسة جديدة. يعني ما يصير 60 طالب بصف واحد وانا ماكو رحلات واقعد بالقاع، ها وقالوا لي هسه نجيب رحلات وكل شيء ماكو، والرحلات كلها مكسرات والصفوف ماكو 60 طالب، وحتى الله ما يرضى ترى والله، وحتى شاحتيننا مرات يشحتونا ويردون يقولون لنا على باكر على باكر وكل شيء ماكو، وباليوم واحد يوم واحد بالاسبوع. ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي اعداد طلابها 1300 طالب، عدد الصفوف اللي بيها ما يكفي، بحاجة إلى شطر إلى بناء مدرسة أو مدرستين إضافيات حتى ينفصلون الطلاب الموجودين عندنا. كل صف بيه فوق الستين طالب، الصف إذا فوق العشرين طالب لا يقدر الطالب يفتهم من المدرس شيء ولا المدرس يقدر يوصل له فد شيء، تصير العملية غلط مو صحيحة. أضف لذلك نقول إحنا هاي دول العالم، أبسط دول العالم وأفقر دول العالم، توفر وجبات أكل، مسبح مستوى سطح البحر بدرس الرياضة، يعني كل سبل التعليم والتربية الصحيحة موجودة بالمدارس بدول العالم. الشعب اللي ينتخب الإنسان الفاسد إيش يترجى منه؟ يبني له مدرسة، يعمر له طريق، يبني له مؤسسة صحيحة؟ هاي نتيجة أعمالنا، هاي نتيجة أعمال الناس اللي انتخبت، ناس فاسدة مو أهل للأمانة، ما يخلي ياكلون نتيجتها. ماكو شيء اشوفه غريب، كل من اللي يزرع فراوله يحصد فراوله، اللي يزرع عاقول يحصد عاقول. اليوم نريد نوجه رساله الى التربويين والمحاضرين والى المجتمع الواسطي بشكل عام. اليوم سبب التدهور السياسي والضعف الاقتصادي والاجتماعي اللي هو سببها ضعف التعليم وضعف جوده التعليم، ضعف جوده التعليم ياتي من خلال نقص مستلزمات التعليم. فاحنا هسه كمحاضرين بمحافظة واسط، انا محاضر في مدرسة المنصور، احنا نعاني من نقص في ابرز وابسط مستلزمات التعليم مثل صبورات، رحلات، ابواب، شبابيك، يعني ابسط مستلزمات التعليم احنا نعاني منها. فقررنا احنا الطلاب يعني نساعد نفسنا ونسوي جمعيات، لان ايسنا من قسم التجهيز. فاحنا كمتظاهرين اكتفينا بالعدد القليل ونظمنا أمورنا وسوينا مطالبنا في مسودة خاصة وراح تقدم للحكومة المحلية أو للتربية واسط من أجل الوقوف في هذه والنظر في هذه المطالب. أغلب مدارس الأطراف واللي أنا محاضر بيها خاصة في منطقة الحكيم تعاني في نقص المستلزمات ورداءة الطرق المؤدية إليها، مما يؤدي الى اهمال الطالب لدروسه. يعني تعرف انا هسه اليوم محاضر رحت اطدرس اقول له امسح الصبوره لما تمسح او متهالكه،
فيعني انت الطالب شو يسوي هنا اذا هو مستلزمات التعليم مالته ما جاهزه، الكتب ماكو، شبابيك ماكو، مدرسه عائله للسقوط، فاكيد يعني هاي كلها تاثر على الواقع الاجتماعي. اليوم كثوار تشرين من ساحه اعتصام محافظه واسط ضمن حملاتنا الاصلاحيه وهي الواقع التعليمي السيء اللي يسر بالمحافظه. فاحنا اليوم انطلقنا من اجل المشاكل اللي تعاني منها المدارس، المشاكل اللي يعانون منها الطلبه. اليوم ابسط الاحتياجات اللي يفتقدوها مثل اليوم الطالب ماكو جامه بالمدرسه اللي تحميه من البرد، او ماكو رحله اليوم يقعد عليها، او ماكو صبوره يكتب عليها. فاحنا اليوم خرجنا بمطالب خاصه مقدمه للحكومه المحليه وللحكومه المركزيه من اجل النهوض بالواقع التعليمي، لان يعني الواقع التعليمي حاليا جدا رديء وجدا سيء ووصل الى ذروته وما نسكت عليه. وضمن مشاريعنا الاصلاحيه احنا راح نبقى نسير بهاي المشاريع، ومن ضمنها مشروع التربيه. لازم نوجد حلول لهاي المشاكل اللي يعانون منها ابناء المحافظه وطلبتنا، وراح نكون بقوه الله واهل البيت احنا متواصلين ضمن هاي المشاريع. والله يعني صار التلكؤ يعني بانجاز هذه المدارس ما ادى الى الازدحام بعض المدارس. يعني حاليا الطلبه كل 5 نفرات او 6 نفرات برحله، واكو طلاب اصلا رحلات ما عندهم. المفروض كان انه هاي المشاريع تنجز قبل العام الدراسي او قبل لا يبدا العام الدراسي، لكن هناك اكو ملفات فساد وهناك اكو تلكؤ بالمشاريع. فاحنا اليوم من ضمن مشاريعنا باقين ومستمرين حتى نوجد حلول لهاي المشاكل، حتى نوجد حلول لابناء محافظتنا وطلبتنا ان شاء الله. اليوم وقفتنا اهالي واسط امام مبنى مديريه التربيه في محافظه واسط من اجل تسليط الضوء على المشاكل اللي جاي تعاني منها مدارسنا الابتدائي والثانوي، ونتامل ان نجد حلول لهذه المشاكل من خلال تعاوننا مع المسؤول. اليوم احنا ما عندنا مشاكل مثل ما تقول من خلافات شخصيه، لا ابدا، من اجل المصلحه العامه على مود نتقدم خطوات بهذا المجال. مؤسساتنا تعاني من تسلط الاحزاب للاسف الشديد وتحكمها بالقرار بمجال التربيه والتعليم، فنتامل تتحرر بالايام القادمه. وعندنا مجموعه مطالب جدا بسيطه تتعلق بمجال الابنيه، مجال مثلا توفر المستلزمات التعليميه مثلا الكتب، الرحلات، المقاعد الدراسيه، السبورات، ابسط الخدمات ما متوفره مدارسنا. فاحنا نتامل اليوم من خلال لقائنا مع مدير التربيه نسلم المطالب ونتامل تحقيقها بالايام المقبله. وبنأكد بأنه هاي الوقفة مو أخيرة، إن شاء الله راح تتكرر وقفاتنا بخصوص هذا المطلب اللي هو فيما يتعلق بالتعليم أو ملف التربية. نحن اليوم نقف أمام أهم مرفق من مرافق ومؤسسات الدولة واللي هي مديرية التربية اللي هي تابعة لوزارة التربية. يعتبر هذه المؤسسة من أكبر المؤسسات، والأنكة المشاكل فيها جمة تبدأ من المستلزمات وتنتهي بأهم ملف اللي هو البنى التحتية. وبصراحة بعد المتابعة عن طريق الأخوة اللي هم في مجال التعليم والطلاب وجدنا هناك مشاكل كثيرة. يعني بصراحة مثلا المستلزمات لحد الآن المستلزمات ما مكتملة وأكثرها ما موزعة. البنى التحتية، المدارس، أكثر المدارس البارحة أحد الأخوات من التقينا بها تقول مدرستي آية للسقوط، يعني منتهية، يعني بصراحة رادت ترمم فيها. واحدة من المواقف تقول ردت أرممها وأدخل في الشفل فمنعوني، لأن يعني تنهار المدرسة، والمدرسة بها فد عدد ليس بالهين. وبصراحة هناك يعني حلول، احنا الأخوة نتمنى من جماعة المختصين فيما يخص الأبنية والتخطيط، هناك مساحات في بعض المدارس واسعة ممكن شطر المدارس وبناء مدارس أخرى. طبعا والأنكة من هاي هناك مشاكل أخرى، مثلا عندما يبدون بالترميم، هاي طبعا لسان حال اللي هم التقينا بهم احد المدراء يقول عندما يبدون بالترميم تترك المدى يعني الابنيه لفتره يعني فوق الحد المقرر. المفروض هي خلال 6 أشهر او 5 أشهر او اقل من ذلك ينجز الترميم. يقول يبقى سنتين واكثر. هالمشاكل ما بين تعرف الدوله وهاي البيروقراطيه والروتين،
ما بين المقاول اعتقد والدوائر. فمشكلة التربية مشكلة كبيرة طبعا، وهي تعتبر أكبر مؤسسة، فالمفروض احنا ننتبه لأهم مؤسسة وتكون هي مهمة، يعني تحظى باهتمام الدولة، لأن هي من عندها يبدي البناء الإنسان. العلم والمعرفة تبنى الأوطان. اليوم نطالب من الجميع بأن يكون على قدر المسؤولية بالنهوض بالواقع التعليمي في العراق بصورة عامة وفي محافظة واسط بصورة خاصة، من خلال المستلزمات الأساسية وهي المدارس وبناء المدارس، لأن كثرة الأعداد الطلبة وكثرة الخريجين، بأن يكون توفير فرص عمل للمعلمين والمحاضرين وتعيينهم لتقليل على الكاهل المعلم والمدرس، وإنشاء مدارس وبناؤها كما نشهد اليوم بناء مدارس في القرى والأرياف. على الرغم من هذه خطوة جيدة وممتازة، لكن أن تكون الاهتمام بمركز المدينة بإنشاء المدارس وترميمها، لأنها تكون الأدوات الأساسية لبناء جيل فاهم وواعي وبناء الوطن. وبالمطالب بصورة عامة، توجد هنالك تقصير واضح من قبل الحكومة المركزية بعدم تخصيص المبالغ المادية ورصدها، وتقصير كذلك من قبل الحكومة المحلية بهذا الجانب، وإن شاء الله ندعوهم لتذييل هذه الصعاب والتقصير سواء من الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية، وعلى النواب الجدد بأن يسعوا للاهتمام بالتعليم والتربية. بعدنا ما طابون الشتاء والشوارع قاعدة تفيض، هاي المجاري قاعدة تطي. ثالثا قاعدة داوم مدرسة كرفانات، بس يجي الشتاء وظلت تطر الدنيا راح ظلت انت الكرفانات. يردون يحاولون بهاي المدرسة، وهاي المدرسة همين بالشتاء تفيض وتريد توقع صورها. هاي المدرسة ما بناها، ما كملوا بناها، ما يردون يكملون بناها. احنا نريد ننقل بها، قالوا راح ودى المدير مالتنا كتاب وما رفضوه. هسه احنا شلون بينا؟ يعني بالشتاء تفيض وظل تنتيل الطلاب، يعني نصها ظل تنتيل، يعني تنتيل العام راد يموت واحد منهم. وهاي المدرسة مال بنات فيضانات، هسه اذا تصورها كلها فيضانات. هاي الشوارع مجرى قاعد تطيق، ماما يعني لا دقعة صاروخية مثلا يسوي لك اياها ما حد يجيك، كلها ما توصل هاي المنطقة. كهرباء تطيق بالشتاء، وهاي طاق. طونا كتب بس ما اصلا نسخة جديدة، ما وصلت كلها نسخة جديدة، يعني مواصلاتهن بس وصلن لحد الان يعطونا بس علوم ورياضيات وقراءة طونة. بس نريد يعني نسخ جديدة، شيء يقولون مثل المدرسة ما تكون ما نطيها، لان قدمتوا كتاب عليها ما ادري شنو. المهم هسه طونة كم كتاب جديد، يعني نسخة جديدة جابونا وماكو. هسه نريد بعد كتب ما نطونا، ما والله كلش قوي. مثلا اكو ناس فقره مثلا، بس هسه المدرسه ما مقصره، يعني قاعد تعطيهم مثلا رعايه من التربيه، يعني مثلا قرطاسيه تعطيهم، كل شيء تعطيهم، اقلام.